الاسباني في النادي كي مدينة الطاولة البحر، استاذ صديق يهتم بالمدارس الفنية والثقافية، عضو سابق وعضو حالي في مجموعة من الجمعيات الثقافية والفنية لمدينة الطاولة البحر. الفنشكي فن راقي متنوع يزخر بالعديد من الطاقات الشابة الواعدة التي تستحق كل التقدير والتنمية. علاقتي بالفن التشكيلي هي علاقة نوعا ما قديمة ترجع إلى بداية الثمانينات، علاقتي بفنانين كبار كنت أحضر معارضهم مثل المرحوم حسن الدلاوي اللي حضرته غير ما مضى معارضه في فينيس كارل، شعيبية طلال الرحمن، العديد من الفنانين كنت أحضر معارضهم وكان يجذبني عملهم، وكنت أطرح على نفسي مجموعة من الأسئلة، هل بإمكان الإنسان أن يصل إلى مستوى هؤلاء خصوصا إذا لم يكن متمكنا من الأدوات التقنية، أي غير متعلم غير منتمي لمدرسة من المدارس التقنية. بدأت حياتي العملية أو حياتي الفنية بشكل عصامي، اعتمدت على نفسي وعلى ما كنت أشاهده خلال المعارض وخلال قراءتي للمدارس الفنية ومتابعتي لأعمال فنانين، فبدأت عملية إنجاز وبحث في الفن التشكيلي من خلال اطلاعي على العديد من التجارب الفنية المختلفة، مدارس مختلفة، واقعية، فطرية، وخصوصا بعض المستشرقين الذين زاروا المغرب، رغم انهم لا يسمون بانطباعيين ولكن نجد ان اعمالهم فيها كثير من المدرسة الانطباعية، على راسهم ماجورير الذي عاش في مدينة مراكش. من خلال اعمال ماجورير بالخصوص تعطفت كثيرا ب تقنيته وبرؤيته الخاصة به، ركز على التراث، ركز على الحضارة المغربية، ركز على التقاليد، على الآداب، الأصوات، الموسيقى وغيرها، فكانت أعمالي الأولى في هذا الاتجاه، أي أعمال نوعا ما يمكن أن نصنفها كما ذكر العديد من الأصدقاء بأنها أعمال انطباعية، ربما فيها نوع من الفطرية ولكنها أعمال انطباعية فطرية. ثم بعد ذلك بدأت أبحث في مدارس أخرى خلال احتكاكي بفنانين متميزين شباب لا مانع في ذلك، فيمكن للإنسان أن يكون في سن معين ويستفيد كثيرا من شباب لهم تجربة خاصة متميزة تعلموا في المدارس. خلال احتكاكي بمجموعة من الشباب يعني من خلال معارض ومن خلال ورشات كانت تجمعنا، ورشات لتعليم الاطفال او ورشات مما يسمى بماستر كلاس، انجاز بعض اللوحات في وقت معين محدود، استفدت كثيرا من هذه التجارب وشاركت في العديد من المعارض سواء كانت هنا في الدار البيضاء في مجموعه من القاعات او خارج. ومن خلال احتكاك بفنان اخرين بدات اخرج عن النمط الذي كنت بدات فيه اللي هو في نوع ما مدرسه طباعيه الى مجالات اخرى فيها الكاليغرافي، فيها فن حديث نوعا ما ليس يمكن تصنيفه بالمدارس الحديثه في التشكيلي، فيها مسافات، فيها رسائل معينة، خطابات معينة، وفيها أشياء. تحياتي لكم وشكرا للأخ.